سابوا الكرة لداريو، كرة على بعد تقريبا 28 متر، ودي تسديدة يا سلام يا أحمد، ولكن المتابعة خطيرة. نخلي بالنا من الريباوند ومن السكند بول. الحمد لله المرة دي اللمسة من إيتو كانت أعلى من المرمى، ولكن واضح إن داريو مميز في التسديد، حطها قوية وعمل إنقاذ وتصدي جيد جدا جدا أحمد عادل عبد المنعم، ولكن الريباوند كان وحش جدا جدا من الظهير الأيمن إيتو اللاعب.